يبقى دلوقتي احنا ننصح المريض ان هو لما يروح للدكتور ما يعني ما يعفرش، يتقبل انه يطلب منه حاجات طيب روتين. بدنا بنتكلم على التحاليل، ايه التحاليل المطلوبه من اعمار معينه لكل فترة معينة؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني احنا هنعرف ان يقول لك فوق الـ40 لازم يعمل مش عارف ايه، فوق الـ60 يعمل ايه، فوق الـ70 يمشي بقى ملوش لازمة. يا ريت الناس كلها تاخد الكونسبت بتاع تشيك، شيك على نفسك ان شاء الله كل 6 أشهر شيك، روح حلل لنفسك. في ناس كتير بتعمل احنا كده بنتجاوز حاجات كتير يعني لا يعني احنا دلوقتي الناس ما بتروحش تتعالج غالية. والناس ما بتروحش بتاخد تجيب الدواء تاخد حباية وحباية، غالية دلوقتي، تحاليل غاليه والدواء غالي، فالناس ممكن يعني انا بسمع الناس يجيبوا شريط الضغط والسكر والحاجات دي ياخدوا يوم ويوم لا يوم ويوم عشان يوفر فيه، فلو قلنا له بقى بروح اكشف وانت سليم فيعني يضرب انما نقدر نقول انه المطلوب ايه، المطلوب عشان نحافظ على الصحه العامه من التحاليل، من خلال التحاليل دي، من التحاليل الجميله جدا جدا ورخيصه جدا صحيح، مش مرتفعه صح، مش كلها مرتفعه صح، لا تحاليل ب 10 جنيه مثلا تمام وسهل جدا ويريحني جدا، سرعه الترسيب. انت بتتكلم عن نوع معين ايه بقى يفيد بايه سرعه الترسيب؟ يفيد بايه؟ برافو عليك، ده جميل جدا. سرعه الترسيب ده كل الناس فاهمه غلط كويس والله، نفهم بقى صح. يجي لي بقى العياده يقول لي اصل انا ترسيبي عالي اصل انا عندي ترسيب، خلي بالك بقى اتمرض كمان. انا لما اقف على الترعه، حافه الترعه، واهز الميه كده بتتعكر طبعا، هاخد كوبايه تمام ميه عكره واسيبها ساعتين ونشوف صفائها قد ايه، الطين نزل، دي السرعه بتاعت الترسيب بالظبط، هي دي. الدم كده، الدم زي الطين بالظبط، هجيب دم احطه في انبوبه واسيبه اول ساعه نزل كم ملي كم شرطه وتاني ساعه كام، يبقى سرعه الترسيب الساعه الاولى كذا والساعه الثانيه كذا تمام. هتقول لي طيب ايه فايدته؟ ايه فايدته طبعا، برافو. نسال نفسنا سؤال اجمل من كده، ايه اللي خلاه ينزل وايه اللي خلاه ما ينزلش؟ المواد اللي بتبقى، في مواد بتبقى يعني ما اعرفش، اسكت انت هتفتي يا دكتور عادي. بس ايه اللي خلى الدم ينزل؟ يبقى ده لون وده لون، هو لما بينزل ده مصفر شويه وده ده ابيض وده دم خالص احمر. ايه اللي خلى الدم يعمل الحركه دي؟ حضرتك زمان واحنا في اولى اعدادي فاكر قال لك ازاي تروق الميه؟ احنا بنجيب الميه من النيل نقوم نحط عليها شبه تشيل تقوم تعمل جيلاتينه فوقيها تاخد الطين وتنزل مظبوط، او نوى المشمش مظبوط فاكر؟ انا فاكرها في اولى اعدادي، كان عندنا معامل في مدارس الاعدادي التعبانه كان في مدارسنا مدارس فيها معامل اوضه المعمل فكذلك الدم عندي بروتينات في الدم تاخد الخلايا الحمراء وتنزل صح؟ اذا لو زادت البروتينات وعليت هتاخد الدم اسرع، يبقى سرعه الترسيب عاليه، يعني دي مش مطلوبه بذل مئه طبعا مش مطلوبه طبعا. طب ايه اللي يخليها ما تنزلش؟ خليها ما تنزلش ان الكرات الحمراء شايله شحنه متشابهه، شحنه متشابهه، واحنا واخدين في اولى اعدادي الاقطاب المتشابهه متنافره والاقطاب المختلفه متجاذبه، ما حضرتك تجيب شمالي مع شمالي يزقوا بعض، شمالي مع جنوبي يلزقوا بعض، فده خلية حمراء شايلة شحنة زي التانية، فتيجي نازلة تضرب فيها تروح طالعة فوق تاني ما ترضاش تنزل، يبقى في حاجة بتمنع النزول وحاجة بتزود النزول. طيب امنع دي او امنع دي او زود دي، ازاي امنع الضرب في بعض؟ خلي عندك انيميا، يوم يبقوا بعاد يوم ما يخبطوش في بعض ينزلوا بسرعة، جميع مرضى الانيميا سرعة ترسيب عالية. لماذا؟ كرات الحمراء ما تخبطش في بعض بعاد هو مش كتير فينزلوا بسرعه جدا. جميع الامراض اللي بتزود المناع يعني الجهاز المناعي يشتغل يطلع بروتينات هتزود سرعه الترسيب. يعني اذا سرعه الترسيب بتدي مؤشر ان في مرض ما. الله ينور عليك والله العظيم. يبقى قيمتها في ايه؟ والله انت قلت اللي انا عايز اقوله، قيمتها لو طلعت نورمال روح يا ابني جسمك انت كويس، زي الفل انت كويس في الغالب يعني الحمد لله، انما لو طلعت عاليه جميع الامراض تعاليه. يبقى انت لو يعني لو قلقان شويه كده روح اعمل سرعه ترسيب. طيب سرعه ترسيب طلعت عاليه واتقال له ابنك سرعه ترسيبه عاليه حلو تمام، جسمه ما تنزلش، يفضل هل الواد عيان عمره كله؟ لا هو خف بس سرعه ترسيبه ما نزلتش، ساعات تعلق
يعني اللي هي ايه مش مضرة خالص ولا لا علاقة بيه خالص. يا سبحان الله، يعني ايه مؤشر بس مؤشر بس بس يعني لو سرعة ترسيبه عالية يعيش عمره كله بسرعة ترسيبه عالية. ما دام عاد 3-4 مرات ورا بعض، لا ما بتنزلش يبقى هتعلق على كده. بتنزل يبقى استنى ما تنزل وبعدين نبتدي نقول انه شوفي يا تمام. في ثلاث امراض يعلوا سرعة يخلوا سرعة الترسيب عالية جدا. يعني لما اشوفها اقلق. احنا قلنا لو طلع طبيعية احمدك يا رب. طيب تمام. غالبا ما عنديش حاجة. انما السل الضرر عالية جدا. لسه في سل؟ اه في طبعا. رجع اه؟ مش رجع في. لسه في ناس بتتعالج منه بشوف كل مثلا شهر. بس دلوقتي بيتعالج مش زي زمان طبعا. لا لا بعالجه كأنك بتعالج انفلونزا. اذا كان فيروس يتعالج. اللي هو جوه الخلية. البكتيريا بتبقى بره الخلية سهلة قتلها يعني. فالسل يعلي سرعة ترسيب جدا. وأي سرطان أيا كان مكانه معدة قولون دم عظم أي حاجة يعلي جدا جدا جدا. والحمى الروماتيزمية في الأطفال يعلي جدا. عشان كده الطفل اللي مفاصله بتوجعه أمه بتبقى قلقانة جدا جدا إن ده عنده حمى روماتيزمية. لا يا أمي ده اختبار بعشرة جنيه، روح اعمل لي صوره ترسيب جت طبيعيه يا امي انسي الموضوع ده. طلع فيها عاليه؟ طلعت عاليه نفحصه بقى. لان احنا متفقين انه مش شرط. تمام. جميع الامراض تعلي صوره الترسيب. فنبتدي نفحص ونعمل اختبار تاني. انما لو طلعت نورمال خلاص يبقى كويس جدا جدا. فسرعه الترسيب مهمه مهمه جدا كتستبعد. يعني زي ما نقولها بقى نقولها للطلبه بتوعنا جود نيجاتيف تيست. اختبار سلبي جميل تمام. انما طلعت عاليه لا دور بقى جميل عنده ايه. صوره الدم قلنا هنبص على ثلاث حاجات. مفيش بقى فيها في سرعه الترسيب نفسها ارقام تشير ما هي الانبوبه يعني اللي بتحط فيها الدم ارقام مدرجه. لا يعني في ارقام عن ارقام تدي لا امراض. لا يعني هي الارتفاع في حد ذاته الطبيعي اول ساعه 5 الدم يكون نزل 5 ثم ينزل 7 او 8 مدرج من التدريجه يعني بتاع التحاليل و7 او 8 يعني قول 5 10 ساعات يجي لك اول ساعه 50 وثاني ساعه 100 ده في مشكلة. يبقى في مشكلة. مش ضروري تبقى خطيرة يعني ما تخضوش. لا وغير كده عشان ما حدش يقلق ممكن يعلق. يعني هو كان عيان. هو كان عيان سرعة ترسيب عالية وعلقت. يعني مثلا روماتويد يعلي سرعة ترسيب. والتعليق دوت ما ياخد ما يروحش. لا خالص. بفضل ما مش ممكن نغيرها نظبط نملاه بال لا الزمبلك. ما فيش. الروماتويد يعلي سرعة ترسيب، الزئبة الحمراء، الحمى الروماتيزمية زي ما قلنا، أي مرض.